مدي ايدك لاخويا دياب وانا ايدي وياكم، نبني حياة فوق دول كلهم. وافتكر افتكر شوف شكلنا كان ايه ايام الصبا. الصبا كان بينا عطر وامل. وانا ايدي ممدودة يا علياء ما ردتهاش، وايد دياب كمان اتمدت ليا. صحيح، يبقى اكيد فهم كلامي وطلب اننا نتقابل هنا ونتكلم. هو فين؟ اهو دلوقتي اقدر اقول انك هترجع الفتى بركات. فين دياب؟ انتي هلالي، اوعى تتفق مع دياب او حتى تامن له ابدا. وليه ما يامنلوش؟ مين في القبايل كلها زي دياب ابن غانم، له كلمة وشرف زي الهلالي. خروجه فيه شر يا هلالي. الشر في قدومك لداره عشان ما تطعني فيه. وانتي بقى اللي قدومك علينا فيه الخير يا بنت ورد. جازية، أرجوك اسمعيني. دياب مهما كان رأيك فيه راجل واضح سليم، لا يعرف يكذب ولا يطعم في ظهر ولا في خسة كل اللي عارفينهم وشفناهم. وهو يا بركات السند الوحيد فيهم. متهيألي كده عرفتي رده يا جزية. الله الله، ايه ده؟ الجزية وابو زيد في داري. الجزية عايزاك ما تخرجش مع بركات، وده شيء غريب من واحدة مهتمة بيك ليل ونهار وشغلة روحها ومشغولة. بلاش كلام خبل، هو عارف اني رفضاه وعارف رأيي فيه كويس. وياما فيه كره جواه حب موت. عليا اسكتي. سايبالها داري وخارجة. بس احب ابلغك ان بركات خلاص عند وعدنا القديم وطلبني، وكده بنتجمع ثلاثة، دياب وعلياء وبركات الهلالي، قصاد اللي ما وراهم غير الغل والخراب. واللي شايبه بركات وهو لسه شباب. هو اللي في دماغك يا ملعونة، بركات اللي جواكي وكسر قلب دياب، لابد من موتك. فين الهلال يا أميرة؟ غور يا عبد السوق. زي عادتك، ما تغير فيك شيء من أيام مدرسة الأمرة يا أميرة. من صغرك ومطمع فينا الأسافل يا بركات. وعايزه ليه يا أبو القمصان؟ الأميرة خضرة هي اللي عايزاه بعد ما سمعت عن خبر الخروج. بلخها انه كان جاي يطلبني من دياب وانا قبلت، وبلخها كمان يا ابو القمصان انه قاعد مع الامير دياب يرتبوا للرحيل ويرسموا كل شيء سوا. فهمت قولي؟ اذا كان كده يبقى الجزية جت في وقتها تشهد على قولي. قول يا دياب. الرحلة دي يا ابن رزق ضرب من الجنون. غريبة، طب ليه عايز تشارك فيها؟ اللحظة دي من عمري وعمر الكون محتاجة الجنون. رحلة كلها بلا ضمان بلا أمان بلا هدف، شأن كل شيء. لما ده رأيك، ليه عايز تخرج؟ ايه هدفك حتى لو كنت مجنون؟ اسأليه هو الأول، خارج ليه؟ خارج عشان مين؟ عشان اللي طردوه هو وامه في عز الليل؟ خارج عشان اللي شيلوه العار بالباطل عشان يكسروا رزق الهلالي؟ لكن رجع منصور مرفوع الراس هو وخضر امه بالسيف يا جزية. اما كسرهم بسيفه، اما اثر اخوكي لما داقوا طعم الذل على ايديه رجع. عارف يا دياب،
وعارف كمان اني لما رجعت اتأمروا عليا تاني يا دياب يا ابن غانم. وهناك ما حيسيبوك. كل اللي حصل لك هنا ما يساوي شيء جنب اللي مستنيك هناك. هي كلمة وانا قلتها، انت رايح للجحيم مش للمراعي والنعيم يا ابن رزق. وده اللي قاله الهلالي، قال الطريق مليان اهوال ومملكة الزناتي مليانة اهوال، ما خدعش حد. انا ما بتكلمش عن الزناتي ولا الطريق ولا الاعاجم وخططهم مع الغطريف، لا، انا بتكلم عن كبر الهلايل. هو فاهم كلامي كويس. كلامك كله صحيح يا دياب. هلالي اوعى تجري في الكلام. كلامه صحيح يا جزمة، لكني ما نسيته. الجراح جوايا منهم اكتر كتير من اللي قاله. عارف كل مخازيهم وبلاويهم، وفاكر كل احزاني من اول ما كنت طفل رضيع وخرجت خضرة مطرودة ومنبوزة. فاكر كمان لما كنت صبي ودقت طعم الدم من بدري وقتلت عمي. فاكر كمان لما بإيدي دي كنت هقتل أبويا رزق الهلالي. فاكر وما نسيت يا دياب، لكني أبدا ما سلمتش بده. واخترت أتحدى ده كله، أتحدى القبح اللي فيهم وفي العالم، أتحدى الصحراء الأسيا اللي عصرتهم، أتحدى الشر اللي جواهم، أتحدى الشر اللي حواليهم، الشر اللي في الغطريف وفي الأعاجم اللي عايزيننا نفضل كده متفرقين متبعترين لحد ما نهلك أو نموت. وكل ده هتتحداه؟ أيوة يا دياب، وبإيدي ويا الناس هنخلق للحياة بداية جديدة نطهر معاها ونبدأ من جديد. لا يا ابن رزق، ما هتوصل لشيء. ولو يا دياب، لو نهلك ومنحقق أي شيء أشرف لنا من إننا برضو نهلك لكن في قحط وعجز. وبكده بان الخلاف. مستحيل تتفق مع دياب في يوم من الأيام، مستحيل. بس هخرج معاه، وبيني وبينك رهان يا هلالي، خلي أحلامك لنفسك وللجزية. أنا هدفي واضح محدد صريح، اللي هنتزعه بسيفي هيكون لي أنا وحدي، وحدي وبس. خليك فاكر، يستحيل هدفي وأحلامك يتحققوا في وقت واحد، يا أنا يا أنت أهلالي. واحد منا يفوز والتاني هالك، وأنا براهن إني أنا الفايز. افتكري الكلام ده كويس، افتكري اللحظة دي كويس يا جزية. بأمر سيدنا وسلطاننا وفخر وطننا، فخر وطننا حسن الهلالي أحسننا إن أحسننا إن أحسننا. بأمر سيدنا وسلطاننا وفخر وطننا، فخر وطننا حسن الهلالي أحسننا إن أحسننا إن أحسننا. وبشر وتدبير أفطننا اللي مفطننا مفطننا، قضينا وألسنا إن ألسنا إن ألسنا. جايين نزف لكم إعلان وندق إلى كل العربان، يا أهل البوادي والوديان بأمر مولانا السلطان، رحلنا بعد يوم من الآن بأمر سيدنا وسلطاننا وفخر وطننا، حسن الهلالي أحسننا إن أحسننا
حالنا يوم وحنشد حالنا وهي فتحنا بعد الجفاف اللي نحلنا وضحضح حالنا يوم وحنشد حالنا وهي فتحنا دنيتنا فتحنا الأحضان دنيتنا فتحنا الأحضان بأمر زمنا وسلطاننا وفخر وطننا فخر وطننا حسن الهلال اللي كلتنا واشتغلتنا وشطبت على غلتنا واللي حلتنا بعد المجاعة اللي كلتنا واشتغلتنا وشطبت على غلتنا واللي حلتنا جانا الفرج وادي البرهان جانا الفرج وادي البرهان بأمر زدنا وسلطاننا وفخر وطننا فخر وطننا حسن الهلال أحسن بعد المرار اللي حصرنا ونابه عصرنا الله يديم عز نصرنا ورب بصرنا بعد المرار اللي حصرنا ونابه عصرنا الله يديم عز نصرنا اهو نط فيها القاضي الدير وراه حسن يا ليلي يا للي يا ليلي يا للي بداية مش مطمنة ابدا يا زعلوك هو اللي راح ورجع وشال الهم وهو اللي حيشيل الهم في اللي جاي الله معك يا ابن رزق مش عشان حلمك يا ورد اللي شفتي فيه دياب ملك ماشي على ارض مفروشة ورد بايدين ابن رزق لا لا يا ورد ما كانش قصادي غير ان اطيح فيهم بسيفي هلاك بدون معنى زي العطش والجدب اما يقصفوا اعمار العيال والغلابه او اني اطلع زي رز وحش بري وحيد بعيد بعيد عن جنس البشر بما فيهم اللعنه اللي بتطارد في وادي الجزيه الهلاليه يا إما أهلك وحيد في الفلا موت تاني بلا معنى ما كان قصادي غيره دلوقت لو فيها موت هيكون يا ورد بتمن لكن هيفضل كل شيء من غير تمن ولا معنى ولا قيمة قصاد دياب الكونفرنس وانا وحيد يا ورد والاخر العمر راح اكون وحيد هكون وحيد هكون وحيد بيحضروا جايين هما مين اللي قلتلك عليهم واللي في ايديهم مفتاح اللي جاي كله انك انت اللي رتبت كل شيء بايديك يا علام القدر يا ايلولة رتب وانا وانتي جنود في دي وبعد ما يحضروا يا علام هدفي وهدفكم هيتحقق هيتحطم الطاغوت اللي شرتكم ساكل ويل وحول تونس الخضراء لسجن كبير ايلولة هلحق واشوف اليوم ده يا ايلولة كل اعمار البصر في ايده وكلنا عبيده لكن لازم نسأل يا عوالي يا ترى هدفك وهدفي هو نفس هدف الوزير لسه هتسألي يا أيلولة عوالي مين اللي بيحميكم ويخفي ناسك في الجبل ويبعت الزاد والمدد ليهم بيحصل كل ده بيحصل لكن لحد فين لحد ما يجي الميعاد والميعاد قرب صحيح يا علام وطارك يا عوالي وطار ايلولة
واخوها ابو عزة الضرير. ما جاوبتنيش على سؤالي، وسؤالي هو لحد فين؟ لحد فين هنتفق؟ ايلولا بدات تخرفي، لو حد فينا شك في التاني نضيع. معك حق، انا خرفت، سامحني. جهزي دراويشك وكل رعاياك في الجبل يحضروا روحهم من دلوقتي يا عوالي. بسرعة يا أميان، على لحظة يوصل الوزير علام. ده وصل لحد الجبل يا كبير وملحقش. ما تاخدش وتدي معايا في الكلام، اتعودتم تنفذوا من غير كلام. ما لقيناش أي حاجة يا كبير. عاوز تفتيش دقيق دقيق. كمل كمل. أي ورقة تلمسوها تلقطوها، وجوه التياب فورا تخفوها. سامع صوت رجلين. ايه اللي بيحصل هنا يا كهلان؟ تعبان 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 في قصر مولاي الزناتي. تعبان زحف من الحديقة يا وزير. العميان قالوا انه دخل هنا في قطة. ولقيته التعبان يا كهلان؟ العميان قالوا انه خرج يا وزير. وانا اوعدك إن كان موجود في أوضتك أنا حلاقيه. حس كده بقى، دور على التعبان في مكان تاني، ولو تسمع كلامي هتلاقي في أوضتك التعبان. عفوا يا وزير. يلا يا عميان. من بدري بتحفر ورايا يا ملعون. عميان وهم عيونك يا زناتي، لكن حييجي الأوان واتبحهم بإيدي. يا ترى كنت بتدور على إيه بالظبط يا كهلان؟